مطرح ما يجي بعيني النوم أنا وأنا مرتاح بيني ما يجي بكرة وبعده بكرة وبعده انظر كيف كان عاقبة نفسهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يا حضرات يا اللي تحت اقفلوا المية دقيقة واحدة بس عشان اغسل وشي دقيقة واحدة بس. الحزم والشدة. انت توقف جميع المكافآت وخاصة مكافأة الوقت الإضافي. حاضر يا فندم. مش كل شوية والتانية يجي الموظف بطلب أو بشكوى. اللي عاجبه على شغلنا قاعد، اللي مش عاجبه شغلنا يورينا عرض كتافه والدم مفتوح. إن شاء الله طب جهاز سيادتك هتكون موضع تنفيذ يا فندم. ونرجو إن إحنا أنت هنا خلاص. سيادة المدير. أنا لا لازم أتكلم، أنا ليا كلمة حق في هذه المناسبة الأسانسيرية. أنا ما عنديش أي شكاوى. إيه التخلل ده؟ ما تفهمش ليه؟ يرحمكم الله يا أسرية. مش أنا اللي عطست يا ريس. ولا أنا. كل واحد يخليه في شغله. واحنا في مدرسة يا راجل. اسكت بقى ما تجيبلناش الكلام. ما هو ده اللي بيسموه الجبن الوظيفي. طب بتوطي صوتك ليه؟ ما تقول له الكلام ده. وبعد اهلك يا سموسة انت مش هتشوف شغلك زي الناس. انا يا فندم والله العظيم انا ما اتكلمت اللي جنبي يا بيه. انا يا كاذب خلاص. هو يا فندم اللي عمال يقول لي الجبن الوظيفي والحلاوة المهنية. الحلاوة وانا اقول له لا عيب يقول لي الحلاوة المهنية. ايوه طب خلاص مش كفايه يا فندم جاي متاخر النهارده؟ نعم. خلاص وانا كل ما اكلم واحد بتاع المحضر يفضل يقول لي ده انا ايه؟ خلاص. انما يبقى خلاص انما هتقعد تقول له ده انا اسكت انت مالكش دعوه. اخر مره الفت نظرك يا فندم. اتسيب. حصلت اتمهزق بيا يا فندم. كنت بتقول ايه؟ لا كنت بتقول ايه؟ والله يا فندم غصب عني. اقول كنت بتقول ايه علشان تكتب عليا؟ اقول بقى اسكت انت مالك انت؟ البرد يا فندم البرد. انا مش محولك الاسبوع اللي فات على دكتور الشركه؟ رحت له يا سعاده البير. رحت له كل ما اروح الاقيه قافل. قلت لهم في ايه؟ قالوا لي واخد اجازه مرضيه. بقول لك ايه يا مسعد؟ ما تشوف لك دكتور كويس يكشف عليك. انت مالك انت يا انسه مهوده؟ وانا كل ما اكلم واحد من الشركه يرد عليا بمحضره. فعلا يعني حضرتك يا ابني اسكت انت مالك انت؟ اسمع يا فندم
ايوه انت لو فضلت بالتمثيليه بتاعتك ديت انا هعتبرك متمرد، فاهم؟ فاهم. قول لي يا سي مسعد. ممثله مصريه خمس حروف معكوسه. ايوه ايوه يا ابني قول قول كويس. ايوه شكرا يا عم صاد. هلا مسعد. اهلا استاذ مسعد. 10 20 30 40 50 شكرا يا محمد. انا كام يا محمد؟ انت 12 قرش. ليه 12 قرش؟ هما سندوتشين فول، واحد يوم 5 والتاني يوم 17، يبقى الحساب 8 سعر. ده 10 سعر وقت 20 سعر. يكتب. خليهم لك يا سي مسعد ينفعوك. سيبهم. ايه انت عندك صعب قوي. ما تروح لواحد دكتور يكشف عليك. هو كل واحد يقول لي روح لدكتور روح لدكتور. ايه دكتور ايه؟ ما طبعا مش هيدفع الدكتور ده من جيبه. اوعى يا اخي. يبقى رصيدك لحد النهاردة 650 جنيه 650 جنيه و 15 قرش. أيوة. أمال أنا قلت إيه؟ مظبوط 650 جنيه و 15 قرش. ماشي. هتموت أنت على 15 قرش. اتنين دوج الحقلب الدقه والشطه معلمه من عناية هندسه. بس وعن هاله انا بصيت له ما عجبنيش منظره، رحت مطلع المطوه ورحت معلمه وعينك ما تشوف الا النور. الحساب كاك مش عايزين حساب ولا هباب، روحوا عالجوا نفسكم جاكوا البلا. عشرين جنيه. مين؟ الكشف المستعجل 20 جنيه. انا مش مستعجل. العادي بعشرة جنيه. في حاجة باتنين بصة بسيطة يعني. هبعتلك 2000 جنيه للمقاول، بس قوليله لازم يخلص الدور التاسع الاسبوع ده. قرب يا استاذ. حاضر. لا يا حبيبتي مش هتأخر، النمر اللي قدامي واجي على طول. اقلع. لا قدام قدام، ثواني وكون عندي. باي باي يا روحي. انت لسه ما قلعتش؟ اصل واخد برد ويمكن استهوى شوي. انت هتعلمني شغلي؟ ها؟ متقلع. حاضر. طب دور وشك الناحيه الثانيه. افندم ما تضيعليش وقت يا استاذ. حاضر. سوري، ما انا قلت لحضرتك ودي وشك الناحيه الثانيه. انا اسف. اسمك وسنك؟ مسعد يا فندم. مسعد ايه؟ مسعد الناقص. الناقص؟ ايوه فن، من شبرا الخيمه، عيلة الناقص. مش في عيلة الجحش، عيلة الهليلي. انا من الناقص يا فن. وسنك؟ مسعد السنه. كم؟ 69 بيمشي يا فن. اتفضل قدامي. اتفضل. ايه؟ مش عايز تنام؟ أنا نام كتير أوي امبارح يا بيه. الحمد لله. مهدم. حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعني أه كده؟
سمعني. اه حاضر. قول اه بتنهيدا. حاسس بحاجه هنا؟ لا. حاسس بحاجه هنا؟ زغزغ. بس خد نفس كح. يا اخي بقول لك كح مش تعبس. قوم اقعد. افتح بقك. افتح بقك زي الناس. قوم اتفضل تعال ورايا. لا 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 ما عندكش اي حاجه، بس عندك سوء تغذيه. هكتب لك على شويه فيتامينات، بس الاهم انك تاكل فراخ ولحمه كتير. فراخ ولحمه وكتير منين يا دكتور؟ ده انا موظف ويا دوب. انت بتعطس كتير كده ليه؟ ما انا جايلك عشان كده. ما بتحسش مع العطسه بحاجه تانية؟ نغزه في صدرك مثلا؟ ايوه بس دي بسيطه زي شكه الدبوس. هتروح معمل التحليل اللي جنب العياده تديهم عين الدم وبول وبراز. ليه وانا عندي ايه يا دكتور؟ اظن ان عندك برد. طب ما انا عارف، امال انا جاي لك ليه؟ هكتب لك على اسبرينه وكوبايه شاي وتدفي صدرك كويس قبل ما تنام. يعني بلاش اللحمه والفراخ؟ لو ما خفتش بعد اسبوع ابعد عليا وادفع كشف تاني. أنسة مهودة، ممكن حضرتك تمسخي لي ال إيه ده اللي عملته ده؟ وقع. عن إذنك. هجيبه. يلا بقى. يلا فين؟ يلا نزوغ احنا كمان. هتوديني السيمة؟ ايه يا اخي يلا يلا بس. انا ما زوغش، انا شغلي كده اخلص شغلي. يا جدع بس هتتبسط، تعالى بس يلا. انا ماشي بقى. ها؟ انا ماشي. انا ماشي. مشيت خلاص. انا ماشي. انا ماشية بقى. مع السلامة. وبلاش غلب. ما انت عارف انا ما بشربوش عشان صدري. سوري نسيت. هتلاقي لك تاني مظبوط يا عمر. ما تاخد لك شاي يا مصر. لا شاي انا ما بشربش شاي، انا بحافظ على صحتي. يا سيدي ما تخافش ده على حسابي. تاخد كازوزه؟ اخد عليها تبقى مصيبه. مش بقول لك راحت. ما تلعب لك دور استيك. انا ما العبوش، انا اتفرج بس. طب اتفرج يا سيدي وشبر عينيك. اموت في خرز البقر. بينا يا شبر. يلا معانا مصعد. يا عم انا ما بحبوش، قصدي ماليش في الحاجات. طب خليك انت قاعد تتفرج وبس. احنا ورانا ايه؟ بقول لك ده ميح استيكا. لما انت لا وراك لا عيل ولا ست، ما حوشهم على قلبك لمين؟ للزمن، للعوزه،
امال زيكم اصرف فلوسي على كلام فارغ. طب ودي تبقى عيشه اللي انت عايشها دي؟ طب ازاي ما انت بتقضي وقتك في ايه؟ يمكن بيحوشوا هو رخم. الله ايه مالك انتوا بتحاسبوني حساب الملاكين ليه؟ انا بحوش عشان اكون نفسي واتجوز. طب ما انت فوق اهو حلو وعندك الشقه، ناقصك ايه؟ انا اصلي حاطط عيني على بنت عمي وقالوا لي لازم اخد شقه جديده، وفعلا حجزت بمدينه نصر شقه هستلمها كمان 3 4 سنين. لسه هتستنى ده كله؟ على راي المثل امشي سنه ولا تعدي انا، هو كان خدت لي علاوه على كام درجه على يعني. برضه الواحد لازم يشبع نفسه عشان يحس انه عايش على وش الدنيا، يعني يسهر له سهره حلوه تمتعه، لقمه طريه حلوه يرم بيها عظمه، هدمة يتعرف بيها. طب بذمتك هتروح تخطب ازاي بقميص النوم اللي انت لابسه ده وانا البرتوشه اللي في رجلك دي؟ هي ادمت شويه بس اصيله، اعتقها اعتقها بقى وطلعها على المعاش. ده عمرها الافتراضي خلص من زمان، دي ماتت بقى لها 3 سنين. في دي معاكوا حق، انا بفكر ابعتها للجزامات يعمل لها حدوه. حاسب يا جدع استنى عندك، هتعمل ايه؟ حرميها. دي تترمج؟ احترم نفسك. لفها. الفها؟ ايوه لفها. الصبر. قال يرميها قال على مبذره. ناسي حاجة، أنا ناسي حاجة. أنت متأكد إنها هتعيش؟ تعيش وتدوب يا أستاذ. مش مهم أنا، المهم هي تعيش. بقول لك تعيش وتدوب يا أستاذ. طيب. مالها جزمتي؟ برحة وحلوة. يا ساتر يا رب. قول لي، ليك قرايب؟ ليا، بس ما بشوفهمش غير صدفة. ودايما بيبقوا مستعجلين. انما بتسالنا ليه عن قرايب يا دكتور؟ يبقى انا مضطر اصرحك بالحقيقه. حقيقه؟ هو المرضى له اعراض غير كده؟ للاسف في الحالات اللي زيك العيان بيجيله ازمه عطس شديده، وفي نهايه ال9 اشهر وفي عطسه منها. مسعد انت طبعا مؤمن بالله. مش فاهم يعني ايه هموت ليه؟ بس انا مش عايز اموت يا دكتور. يا ريت كان في ايدي حاجه اقدر اعملها. مش معنى انا من دون ال100 مليون يعني انا بس اللي وقعت من قعر القفه؟ كل العالم دي ليها لازمه وانا لا. ايه ده يا مسعد، امسك اعصابك. فايدتي ايه اعصابي؟ فايدتي ايه لما امسكها؟ امسكها لحد ما اموت؟ أنا مش عايز أموت، أنا عايز أعيش، أنت فاهم؟ عايز أعيش. وأموت ليه؟ أنا ما عملتش حاجة عشان أموت دلوقتي. ده أنا ما عملتش حاجة في دنيتي. يبقى ليه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش معلش، خلي إيمانك بربنا كبير ونعم بالله. بس قولوا لي هعمل إيه؟ يا عم ما تيجي تقلب المحطة، زمان الشوط التاني جه. حاضر. ليه أنت مسعد أخويا؟ ده أنا صليت وقريت دعيت، يبقى فاضل بقى إنك تزكي. أزكي عن إيه؟ أزكي عن عافيتي؟ قال يا مزكي حالك يبكي، ده أنا اللي فاضل يا دوب كف ودفنتي وخرجتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما دام عملت اللي عليك سلم امرك لله واستغفر يا اخويا. سلمت امري لله واستغفرت، مع ان عمري ما عملت حاجه غلط. طب خلاص ما تزعلش نفسك. ما تزعلش نفسي؟ ربنا عالم احنا بنحبك قد ايه. انا ماليش صحاب غيرهم، انا ما رضيتش اقول لقرايبي حتى اللي من بعيد. انا هديكوا حق الخارجه والكفن وانتوا تتولوني. ان شاء الله بقى. اكونش انا مضايقكم عايزين تتفرجوا على الماتش؟ يا راجل الماتش ايه اللي احنا فيه ده؟ الماتش معلش يا سي مسعد، هما دايما كده ما يعملوش حساب لمشاعر حد. عرفت يا محمد؟ معلش سيب ربنا هو قادر على كل شيء، اوعى تيأس. خلاص ما عادش في امل. على رأيك ده كاس. كاس ودار على الجميع. خليهم ياخدوا الكاس، انما الدوري للزمالك ان شاء الله. لا 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 يا سليم بلاش كده. امال ازاي؟ تعالي. لا لا انت قلت لي هنتجوز. امال انا بعمل ايه؟ ما هي دي بروفه للجواز. ده انا ما صدقت المنحه دي جات لي بعد طول انتظار. لا لا يا سليم ارجوك اصل اتاخرت. تعالي رايحه فين؟ بقول لك انت منحه اقعدي. لا يا سليم ما تخافيش ما تخافيش اقعدي. لا سليم سليم انا ما صدقت طرقت الواد اخويا. اصله غلس. تعالي ما تخافيش. حاضر بس ما تصوتيش ما تصوتيش ما تصرخيش. حاضر جاي جاي. حاضر جاي. ايوه جاي. طب اعمل ايه استخفافين؟ خشي خشي جوه. انا هفتح الباب. طب فين بس؟ جوه جوه في اوضه النوم. هتلاقي السرير. انا هفتح وانت جوه. السرير تحت الدولاب. هتلاقي النمليه فوق الصندره والشبشب جاهز. لا هو انت تفضل. طب مع السلامه بقى. ازيك يا سليم؟ ده ايه المفاجاه دي؟ خير؟ في حاجه؟ طب ما تتكلم بسرعه. دي حكايه طويله يا سليم. ايه طويله؟ انا معطلك عن حاجه؟ لا ما اصل يعني. خلاص اعمل لي فنجان قهوه ساده. هو حد مات لك؟ تقريبا كده. تقريبا ايه؟ ده انت مقطوع. لا اب ولا ام ولا قريب ولا حاجه ابدا. وبعدين الحي ابقى من الميت. طب مش تسالني مين الميت؟ واسال ليه؟ اسال ليه؟ اسال ليه انا صاحبي؟ يا راجل قوم قوم روح اغسل وشك وفرفش وانسى انسى دي ساعة الحظ ما تعوضش. يظهر انا جيت لك في وقت مش مناسب. فعلا فعلا. مع السلامة
مع الف سلامه. وحشتني. مع السلامه. مع السلامه. تعرف يا سليم، الدنيا دي غروره، لا بتخلي اللي واقف واقف ولا اللي راكب راكب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. غريبة، تعرفت إزاي؟ عيب يا أستاذ، ما هو باين على وشك. وكل من عليها فان. باين على وشي إزاي؟ الدكتور قال لي المرض ده ملوش أعراض. دكاترة دول سبب. المهم شد حيلك اللي ما ترتاح. واحنا تحت الامر. هو المتوفي كبير ولا صغير؟ في سني بالظبط. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع يا سيدي، تغسيل 10 جنيه، كفن 60 جنيه، عربية 30 جنيه، صورة بعشرين جنيه. حيلك، أنا عايز حاجة كده نص ونص. يا أستاذ، إكرام الميت دفن وهو كل شيء بثوابه، ويقعد لك في صحتك وعافيتك. عنوان الميت إيه بالظبط عشان نروح نشيله؟ مفيش داعي للاستعجال يا معلم، أنا جاي لك في استشارة. نعم، استشارة؟ يعني مفيش ميت ولا يحزنون؟ متزعلش يا معلم، في ميت وفي يحزنون. وهو فين الميت ده؟ أنا يا معلم. نعم، حضرتك بتتريق. تريق؟ الله، أصل الدكتور قال لي فاضل في عمري 9 أشهر، وأنا جاي أسألك عشان أعمل حسابي من دلوقتي. على العموم عملت طيب. إيه؟ أحسن برضو تحجز من دلوقت. أنا عايزك تاخد العملية كلها مقاولة، الخارجة والداخلة والعزاء بس تكرمني وحياة والدك وهتتعوض في حد تاني. عيني يا أستاذ، تكاليف الصوان 110، المقرئ 120، المقرئ المساعد 90، وعلى كده هيلزمك معددين. معددين؟ مدام لا مؤاخذة ما عندكش حد زي ما فهمت، يبقى يلزمك معددين. امال الخشب هتطلع سكتي؟ لا حد يفقع صوت ولا حد يشق جلابيته. ما يصحش يا استاذ، الناس يقولوا عليك ايه؟ مقطوع من شجره. على رايك حاجه تكسف يعني. موافق. ويحسن إليه كان نحس. حرام عليك، ده كان راجل طيب، عمره لا بيهكس ولا بينس. احنا لسه هنمشي كتير، انا تعبت، تعبني دنيا واخره. خساره ما لحقش يفرح ولا يتهنى بشبابه. هو اللي عاش حمار ومات حمار. وطي صوتك للحمير يزعله. على مهلك. الحمد لله انك ما اتجوزتهوش، ربنا بيحبك. إزارة كنا هنورث في الشقة. ما احنا برضو اللي هنورثها، هو ليه ورثة غيرنا؟
ما يدفنوه بقى ويخلصونا، عايزين نروح. اللي ما في واحدة صوتت ولا حتى واحد نزل دمعتين، حاجة تكسف. وأنا كان بعيد أهلنا. بقول لك إيه؟ كلم الحنوتي. إذا كان رايح الوايل يرميني بسكته بعد ما يخلص. عيب. الكلب اللي ما بيموت بنعيط عليه. وده كلبه راح، ما نعيطش؟ الله يرحمه. كم تايم قوي. سوري. ايه رايك في الشغل ده يا استاذ؟ اتفضل. ده انا؟ ايوه. السلام عليكم. اتفضل. ايه اللي ما تصوتوا؟ مش واخدين فلوس؟ مش دافع لهم خرجتي ودخلتي؟ لا 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 الدنيا زي النسيم يا حبيبه. على فين يا حبيبي؟ رايح وجهان لما فيهاش مراوح. يا يا ملاك حشوش وطيب ما فيهاش وحوش. ايه وحوش؟ ايه وحوش؟ اسمعوا، انا مش محفظكم. صمتا قصمت القبر. اسكتوا، قول ورايا. فاهمين؟ ده ما كانتش عطسه يا حبيبي، ده ما كانتش عطسه. كنت غايب ايه الايام اللي فاتت؟ مش مهم. ازاي؟ تغيب اسبوع وجاي تقول لي مش مهم؟ هو فات اسبوع. طب ليك يومين عرض، تقدر تقول لي بقى بقيه الايام احسبهم ايه؟ احسبهم 240 في 24 يبقى 5760. طيب يا سمو اسحت، عشان خاطرك انت ومعزتك عندي هحسبهم لك غياب بدون اذن. مبسوط؟ لا. عندك 8 ساعات نوم، عندك ساعة في الحمام، ساعتين مواصلات، 7 ساعات في الشغل الزفت ده، يبقى فاضل ايه؟ فاضل 6 ساعات. اعمل بيهم ايه؟ تعمل بيهم ايه؟ ده انا بساعة واحدة وماشي بتقايم. لا مش همك. طب والنهاردة كمان جاي متأخر، احسبهولك راخر بدون اذن، ايه رأيك بقى؟ اعمل اللي عايز تعمله ما تخلحنيش. هزقك.
ما انا سامعها بوداني، سامعها، لازم تقول لي. طيب يعني مش همك؟ انا هوريك يا سمو مسحت. هيوريك يا استاذ عبد الرحيم. بقول ايه؟ ما تطول بالك عليه شويه، يمكن اعصابه تعبانه ولا حاجه. ابدا انا لسه مهوده ارجوكي. طيب طيب يا موسى. يا استاذ عبد المعين، يا استاذ عبد المعين، يا عبد المعين. الله الله الله، انت جننت يا موسى. ايه اتجننت؟ انت ناسي ان التقرير السري لسه في ايده وممكن بالطريقه دي استقصدك. ويعني يعني ايه يقدر يخصم لي؟ يخصم له ايه؟ ممكن يديله تقرير ضعيف والترقيه تتعطل ومستقبلك يضيع. مستقبلي؟ يا ابني انت مش بعظم لسانك قال ان مدير الشركه دي شيخ منصر وقالبها بزراميط. وقفت صوتك، وقفت صوتك، انت عايز توديني في داهيه؟ صباح الخير يا مربي، تؤمر سعادتك. ما خلاص شركه ما بقالهاش كبير، حته منصب جاي الشغل بشبشب زنوبه ولا حتوجه ده. لا وايه كمان؟ راكب الاسانسير الخصوصي بتاعي كمان معايا. مش ممكن يا سعاده البيت بدرجاتي. لا ومش عارفه كمان عمل ايه، بيبص لي من فوق لتحت، مش عارفه منظر؟ مع ان وش سيادتك سمح وتقاطيعك مسمسمه، واللي يقول غير كده يبقى منافق يا فندم. ما هو ده اللي هيغنني، رفع لي الضغط، هيجيب لي الذبحه. صحتك بالدنيا يا سعاده البيت، اتفضل اتفضل. الموظف ده لازم تجيب لي اسمه هنا حالا. نجيب اسمه يا فندم. ويحول للتحقيق فورا. نحوله يا فندم. وتبعت لي نتيجه التحقيق مع توصيه باللازم. اطمن يا فندم، بكره الصبح هيكون قدام سيادتك توصيه بفصله نهائيا. بالقانون يا سرحان. بالقانون طبعا يا فندم. اكتب سين. هل حضرت الى عملك مرتديا شبشب؟ لا يا بيه، خدوجة. سين. الاستاذ عبد المعين رئيسك المباشر قرر انك مهمل ومتكاسل وبتدعي المرض، فما هي اقوالك؟ جيم. اقوال انه راجل معقد نفسيا وغاوي مرياسه، واكيد مراته بتضربه في البيت عشان كده بيجي يطلعه على عنينا. ده انت رايح في داهيه. سين. هل حدث انك ركبت الاسانسير المخصص لسياده رئيس مجلس الاداره؟ وش معنى هو يطلع بالاسانسير واحنا هتقطع نفسنا؟ يعني احنا اللي حشرات وهو اللي على راسه ريشه؟ ده مش شغلك. يعني انتوا اللي فاهمين شغلكم قوي؟ الشركه عماله تكسر ومش فالحين غير في كل مناسبه يطلع رئيس مجلس الاداره بتاعك في الجرايد كل يوم يهني الناس بعيد رمضان والفطر المبارك وابصر ايه؟ يا ناس حرام عليكم، تقول له بقى. انت هتحقق معانا؟ وش معنى انتوا اللي بتحققوا ومش عايزين حد يحقق معاكم؟ روح اخويا روح اخويا روح شوف الكوسه والسرقه اللي ماليه الشركه، بدل ما انت قاعد كده عامل زي السحلفه الدكر. وما بتكتبش ليه؟ انا بحملك مسؤوليه الكلام ده. يا عم بطلوا عنطزه بقى، عليتونا وخليتوا الواحد ايه؟ اتكلم عدل يا فندم. انت اتكلم عدل ليه واحترمك ليه وانت مش محترم اصلا ومنافق؟ اخرس! انت بتعلي صوتك عليا؟ بتعلي صوتك عليا؟ اعلي يا استاذ مسعد، اعلي وانت شغال عند الحق. الحقوني الحقوني يا مكران، يا منافق الحقوني الحقوني يا تعالي يا محمد، انت ما كدبتش ليه؟ وبعدين كله بهوان عشان الهوا ده. انا عارف انا؟ اه وانا ماليش نفس ولا ايه؟ ايه في ايه خير؟ هي فرجه. طب تعال طب تعال. مالك؟ ماليش. مش هتقولي عايزني في ايه بقى؟ طب وهتكلم كده ازاي قدام الناس؟ ما انت كلمتني قدامهم كلهم في الشركة ولا هم. ايوه بس دي حاجات ما تتقالش في الشارع. امال فين؟ ما تيجي افندم، ما تيجي تزوريني في البيت. انا مش فاهمة ايه الموضوع بالظبط. الموضوع كبير قوي وعايز قاعدة وانا بتبص على ايه؟ ابدا، اصل ما كانش باين عليك حاجه. اهو بان. تعالي بقى. لا مش دلوقتي، هيجي لك بالليل.
كلنا هنخش النار. هو انت لوحدك؟ ما تخافيش، هما اهلك مش جايين؟ اهلي؟ بعد شوية، بس عادي. انت عادي، ما قلتليش بقى كنت عايزني في ايه؟ مش عارفة. عارفة ايه؟ لا بلاش كده، يفضحتي. يمكن انا غلطت. يا لهوي، انت قصدك ايه بقى؟ عيب كده بقى. غلط، فاهمه ان انا مختوم على قفايا؟ لا ده احنا رخمين قوي ورزلين. وبعد هلك بقى، والله ما صوبك. مهوده انت فاكرني ايه؟ انا لو كنت اعرف ان ظنك بطال ما كنتش جيت لك ابدا. عايزه تفهميني ان انا اول واحد؟ اول واحد ايه؟ اول واحد تهوديه. هوك مين يعني؟ غلطت مرة يبقى خلاص؟ مرة خشي اغتف عيبي مرة. ايوه كنت صغيرة وانضحك عليا، منه يعني قال لي انه بيحبني وعايز يتجوزني. هو قال لك؟ ما انا بحبك يا مهاودة، بحبك. يا سلام، مين يعني غلبانة عايز تضحك عليا؟ لا والله بحبك، بحبك موت. طيب تتجوزني؟ اتجوزك هنجوزك يا مهاودة، تعالي. طب هتتجوزني امتى؟ بعد 9 أشهر. كويس؟ اقعدي. بعد 9 أشهر؟ حاضر. طب حاضر، انا لو بكذب عليك كنت اقول لك بعد 2-3. ربنا يخليك تتجوزني. حاضر، لو خلاني هتجوزك. بيردعوكوا ايه؟ يلا بقى. ربنا يسترك. اتستر عليا، ده انا ماليش حد، واخواتي العيال في رقبتي. ابو سيدك يا اخويا ما تفضحنيش، عارف لو ظلمتني ربنا اللي هيكسبك لا دنيا ولا اخره. يا مسعد يا ابني، هي امك يا اخويا. خلاص بس بقى، خلاص ده انت جاي تشحتي. مش ممكن، ده لازم يوصل فورا. قال لك ان الخدوجه بتفهم احسن منك؟ ايوه يا فندم، قال انها بتفهم اكتر مني واكتر من سيادتك كمان. هي حصلت؟ انا؟ ده لازم يوصل فورا. احضر له قرار الفصل يا فندم. هو انت لسه ما حضرتوش يا عبد المعين؟ قرارات الفصل جاهزه يا فندم، بس واقف على خانه الاسم. لما خانه الاسم يبقى فصل على طول. ده لازم يوصل فورا. مش بس كده يا سعاده البيت. ايوه. ده قال لي كفايه عليكم امور السرقه و... بس خلاص انت خلاص امور السرقه ولا عم معين؟ ايوه يا فندم. اتفضل انت دلوقتي. حاضر. اسمع يا معين. ايوه يا فندم. بعت الافندي ده دلوقتي حالا. حالا يا فندم. الحكايه بصد يا سرحان. ده باين عليه ولد لبط ودوشجن. تصور يا فندم انه قال لي انا لا يهمني منكم ولا من وكيل الوزاره بتاعكم. ده اكيد يبقى قريب الوزير الجديد، ملهاش تفسير الا كده. او يعرف حاجه عن المخازن بتاعه البيت. تفتكر؟ بالشركة ساعة البيت. على العموم احنا مش عارفين شوشرة، لو له حق يبقى اديهوله. ادخل. افندم. يكون في علمك يا افندم انت انا ممكن ارفدك ودلوقتي حالا. بس انا افتكرتك تقدر تموتني. استاذ مسعد. يا نعم. تعال يا مسعد، تعال. ممكن تقعد وتستريح كده وتهدي اعصابك. انا هادي. انتوا اللي محمولين على ايه؟ مش عارف. الا قول لي، هو انت تقرب لسياده الوزير؟
وزير مين يا عم وغفير مين؟ ده انا مقطوع. طب قول يا مسعد، امال ايه حكايه السرقه اللي انت بتتكلم عنها دي؟ انت عندك معلومات ولا حاجه؟ ابدا والله، بس شكلكم كده حراميه. اخرس شغل الجريم ده مش علينا. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه يا اخي؟ 10 سنين وانا مستحمل قرفكم وذلكم، وكل يوم اولى تتعدل بتتهندل. ايه يا اخي؟ عايزين تفيدوني ما تفيدوني يا اخي، سيبها لكم اشبعوا بيها. ايه هي اللي انت سايبها لنا بقى؟ الدنيا بحالها. سرحان يا صاحبي، مرة سرحان، مرة. يا موسى قول لي، احكي لي ايه متاعك؟ انا عيان يا مراد بيه، عندي مرض نادر بيخليني اعطس. الدكتور قال لي مش هتعيش اكتر من 9 اشهر. عرفت ليه ما عدتش باقي على حاجه؟ انا اسف يا مسعد، انا اسف اذا كنا ضايقناك، بس انت كمان ما قلتلناش. ما قلتش لحد، انا مش محتاج لعطف ولا شفقه حد فيكم. معك حق، مش لازم حد يعرف اي حاجه ابدا، وخصوصا عندنا هنا في الشركه. وقول لي مين؟ احنا في عالم كل واحد فيه بيقول يلا نفسي. فعلا يا مسعد كلامك مظبوط. اسمع يا مسعد، انت تعتبر نفسك في اجازه مفتوحه من دلوقتي على ما تخف، وعلى ما افكر انا اشوف اقدر اعمل لك ايه. يلا يا مسعد قوم روح انت استريح. محقق مسعد، هو الدكتور اللي بيعالجك اسمه ايه؟ اسمه دكتور صادق عبد الرحمن. ايوه انا دكتور صادق، مين حضرتك؟ لا حضرتك ما تعرفنيش، انا قريب مسعد اللي بيتعالج عندك. انا عندي 2000 واحد بعالجهم. مسعد اللي بيعطس، اللي حضرتك قلت له ان عنده مرض نادر. ايوه، اي خدمه؟ كنت عاوز اطمن يا دكتور، المرض ده يعني مش معدي؟ لا اطمن، مش معدي. طيب ومسعد يا دكتور، مفيش اي امل انه يخف؟ الامل 1%، والاحسن توفره فلوسكم كمان. يعني انت متاكد يا دكتور انه مش هيعيش؟ ايوه يا سيدي متاكد، هو الموت كمان فيه هزار. متشكر يا دكتور، اهو ده اللي كنت عاوز اسمعه من اعرفه منك، متشكر جدا. مراد بيه. ايه؟ مش هتقول لي اتفضل؟ خطوة عزيزة، اتفضل. قصدك خطوة غريبة. ما تستغربش يا مسعد يا ابني. ابنك؟ لا كويسة. ما كنتش نفسك تورثني ولا ايه؟ أنا عارف إن أنا غلطت فيك يا مسعد يا ابني، لكن معلش، اللي ما يعرفك يجهلك، بس أنت كبرت في نظري قوي دلوقتي. قصدك ساعدت عليك؟ اديني فرصة أساعدك يا مسعد. ودي فيها مساعدة إزاي؟ هتموت بدالي؟ يا مسعد ما تفكرش في الموت، فكر في اللحظة اللي ملك إيديك وعيشها دلوقتي. أنا لو عطست مرة واحدة بحس إنها آخر مرة أعطس فيها، بخاف أنام لما أصحاش تاني. لو عيني غفلت ثانية واحدة بحلم إني مت. إمبارح حلمت إني مت، جم الملاك حاسبوني. ده الملاك العالمين قال انت عملت ايه الشر في دنيتك يا مسعد؟ قلت له النبي انا ما عملت حاجه. جا الملاك اللي على الشمال يا حاسبني قال لي عملت ايه خير في دنيتك يا مسعد؟ ضربت معايا الاخر، راح كاتبين في الدفتر المذكور ليس لهم مكان في الجنه ولا في النار. قلت له طب نزلوني تاني. قالوا لي يا ابني ما كنت تحت، عملت ايه؟ عرفت بقى ان العبره مش من المده اللي انت عايشها، بذمتك عشت كام يوم عدل في حياتك؟ يمكن يوم ما خدت الاعدادية اهو فرحت شوية. يعني انت ما عشتش ولا يوم، انت لسه ما اتولدتش يا مسعد. انت جاي تحصرني زيادة. بالعكس، انا عايزك تبص الحياة بنظرة جديدة. اذا كان فاضل لك 8 اشهر تقدر تخليهم 80 سنة بانك تحقق كل اللي فاتك. انت نفسك فيه يا مسعد؟ نفسي فيه قبل ما اموت؟ نفسي في حاجات كتيرة قوي. اطلب كل اللي انت عايزه يا مسعد. انا طلبت خضار ورز ولحمه وفراخ. لا مش قصدي اكل، انا نفسي ربنا يقدرني ويحقق لك كل اللي انت عايزه. انا خدت زومبه كبيره قوي في الدنيا يا مراد بيه. ولا يهمك يا مسعد، الايام الجايه ان شاء الله كله هيتعوض. من هنا ورايح ما نضيعش ثانيه واحده من عمرك. انا حاول. حد جاي معايا تاني؟ حد جاي معايا؟ وانا مش مكفيك ولا ايه يا ابني؟ اجي بيت الاكل يلا.
كل يا مراد. كملي ب 100 جنيه الكيلو. مسعد من حقك تعيش وتتمتع. انا قررت ارقيك فورا واعينك مراقب عام. يعني هاخد مكان الاستاذ عبد المعين؟ لا انا عايز استفيد بيك في حته ثانيه. انا بفكر اوديك هوديك المخازن. يا سلام، بقى مش عارف يودي جمالك دي كلها فين. عيب يا راجل، ده احنا اخوات في الانسانيه. انا دلوقتي بس ابتديت اطمن على مستقبلي. شكرا. ما قلتليش عندكم حلو ايه؟ حلة البركه يا فندم. الله يبارك فيكم. دلوقتي بقى اتفضلوا عشان نشوف شغلنا بقى. انسه معوده، انا نقلتك المخازن. انت بتعمل ايه هنا يا استاذ عبد المعين؟ وانا برضو تفوتني التكايه دي. جاي اهني معاه؟ جاي تهني ولا جاي تنافقني؟ نعم. انت مخصوم منك 3 ايام. ايوه بس انا مش في ادارتك. ما انا ناوي انقلك عند الاداره، اخصم لك وتنفذ وبعدين ارجع تاني. ظريف قوي الاستاذ مسعد. مع السلامه. ألف 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 مبروك يا أستاذ مسعد. الله يبارك فيك. الحقيقة سليم كان ناوي يجي يبارك مخصوص معانا، إنما إخواته الغلسين كبسوا عليه فجأة. معلش، مخصوم منه 3 أيام برضه. برضه ربنا يخليك لينا. مع السلامة. ربنا يخليك يا أستاذ مسعد. مع السلامة. أنت لسه واقفة يا نهاوندة، بتعملي إيه؟ حضرتك قلت لي إنك نقلتني المخازن و مش عارف. تعالي. اقعدي. اقعدي بس. شفتي بقى يا بنت يا نهاوندة؟ أهدي الترقية اللي ما كنتش أحلم بيها ولا بعد 10 سنين. مبروك. بس انا بقى هشتغل ايه؟ تشتغلي انت، تشتغلي مش تشتغلي زي ما انت عايزه. انت خدي اجازه كده مفتوحه وبتيجي عشان تقبض الاوفر تايم. ها؟ مالك مش فرحانه ليه؟ وافرح على ايه يعني؟ هو معقوله بعد ما ترقيت هترضى تبص لي؟ وانا بقيت فاضي غير للبص. استاذ مسعد. يا فضحتي. لا مؤاخذه يا فندم. انت ايه اللي جابك يا فندم دلوقتي؟ ايه مالك؟ ما انت واخده على كده. اتفضلي دلوقتي يا انسه مهاوي، اتفضلي وبعدين نشوف شغلنا بعدين. مع السلامة دلوقتي، نشوف شغلنا. نعم، في ايه؟ لو سمحت يا ريس، لو عند ستك وقت تمدلنا على التفاتن دي. ايه دي؟ اقعد في المخازن. يا ابني ده عايز اقول لك 9 اشهر عشان اقعد اراجع دي. وماله وماله؟ يفوتوا هوا. يفوتوا هوا مين يا ابني؟ انا فاضلكوا. خد شيل شيل شيل. طب اتفضل امدلنا بالاستلام. يا سلام، بس كده؟ فين؟ هنا وكمان هنا. بس خلاص المخزن بقى كله تمام. انا عايزكم تاخدوا بالكم من المخزن كويس. في الحفظ والصون يا فندم. مع الف سلامه. يلا يا اخوانا ما تفضوش. سيدك 650 جنيه و 15 قرش. طب يا سيدي ما تزوقش، ادي الفك 600 620 640. استنى بقى لما افك ال 20 جنيه. يا عم خلصنا، انا مستعجل. ولا اقول لك بلاش خالص؟ استنى يا استاذ، دي 10 جنيه خليها عشانك. وحتى خد من لا. لا يا بنت انت عبيطة. أي حد يقولك اتجوزك تهوديه كده على طول. أعمل إيه؟ ما كل واحد بيقعد يزني على وداني وأقول يمكن يصبر وفي الآخر بيستندر برضه. خيبتك القوية، خيبتك. بس أنت مش هتعمل زيهم مش كده؟ ما قلتلك بقى بعد 9 أشهر بقى هي صورة. طيب 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 خلاص خلاص، والمصحف مصدقك. طب ما اتجوزكيش ليه دلوقتي صحيح؟ ايوه النبي، ده انا كويسه كويسه جدا، واذا كان حد قال لك يعني عليا كلمه بطاله ربنا هيعذبه عليها. شفت بقى؟ طب اجري غيري هدومك عشان نروح للمأذون. انت بتتريق عليا. هتروحي ولا ارجع في كلامي؟ لا 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 خلاص هروح ابوك. يا نكد بتعيطي ليه دلوقتي؟ يقول مصحف ما حبيت حد غيرك. بحبك من زمان وقلبي كان دايما يقول لي
ان مفيش حد هيكبر خاطر الاقل، وكنت حاسه ان انت الوحيد البني ادم اللي فيه، بس انت ما كنتش بتديني وش، عشان كده كسفت اكلمك. انت بتتكسفي؟ وفري يا اخت الاسطوانه دي، وفري. تحبيني ما تحبينيش، هيطقطق في دماغي ان اتجوزك بالسلام. عارفه انك مش هتصدقني، بس معلش بكره تعرف. انعشنا وكلنا عمر. فين؟ مبروك. الله يبارك فيك. عقبال عقبال اولادكم كلكم. احنا متشكرين يا جماعه. مبسوطة يا مهودة؟ ما تجيبيش سيرة لأي حد، ولا حتى عندكم في البيت. حاضر. لغاية ما يجي الوقت المناسب. والوقت المناسب ده يعني هيجي إمتى؟ حابة أقولك، قصدي ساعتها هتعرفي أنت لوحدك. ارتحتي دلوقتي؟ طب قومي روحي أنت بقى وأنا أشوفك بعدين. وأنا مش هاجي معاك. لا أنا رايح أسهر. القعدة دي على حساب انا، مسعد فات. استعد بيه. صاحبك ده ما يقعد. لا ده يصغر اللي بيجيب طلباتي. طب ما يجيب. ما قلنالوش حاجة. هزينا ثلاثة خمرة. خمرة في ويسكي، في شمبانيا، في كرفازية. أي حاجة من الحاجات اللي بتنسي، أنا كله باب. حاضر. بس لو سمحت هاتهم في الكوبايات. لا بس يا مسعد انت مش واخد على الشغل، ممكن تتعب تتلطش. ما تلطش، حد واخد منها حاجة؟ ايه يا ميرفت يا حبيبتي؟ مش مبسوطة ليه؟ هنبسط من ايه يعني؟ ما هو كل يوم نفس السهرة. بقول ايه يا حبيبتي؟ ان شاء الله هنكتب الكتاب أول الشهر. تاني؟ نكتب الكتاب ازاي أول الشهر؟ هو أنا لسه جهزت ولا استعديت؟ أيوة حبيبتي، بس أنكل هو اللي قال كده. يا سلام، عشان أنكل قال كده لازم كل حاجة تتنفذ. أنت إيه؟ ما عندكش رأي؟ ما عندكش شخصية؟ طب يا حبيبتي. ادي الناس اللي عايشة ولا بلاش؟ يا عم مالكش دعوة بالصنف ده، احنا ما احناش قده. هيحصل ايه يعني؟ ايوه لو سمحت ازازة ويسكي. حاضر. هات لنا ازازتين ويسكي. ازازتين؟ اتنين دوبلة من الكبار قوي، النوع السوبر. حاضر يا فندم. ازازتين؟ صحتكم. مش فايده اللي اتأدب. تحبي نقوم يا حبيبتي؟ هنقوم نروح فين يعني؟ ادينا متلقحين هنا. احكينا العشاء لو سمحت. حاضر. لنا تلاتة عشاء، في فيليه وفي جمبري بالمونيز. اي حاجه، اي حاجه من اللي بتدفعوها. ما انتم مضلمين الدنيا، حد شاف احنا عايزين. حاضر يا حبيبي. مسعد انت معاك فلوس قد ايه؟ انا معايا حق الدفن والخارجه بس. ايه؟ دول ما يجوش حق الصلاه. يا عم ما تحسبهاش، ما انا عندي سنين احسبها. خدت ايه؟ يا باشا. ايه يا ميرفت؟ انت بتضحكي على التاريخ ده يا ميرفت؟
بقى راجل ما بدهاش بقى. ايه مسعد بيه وصل؟ مسعد بيه اللي هو انا. هو انت بيحيي الناس الحلوة. الناس الحلوة والمقاطف لا. والمقاطف لا. يلا بقى بعزق، خد شبرق نفسك يا طعم. رقص يا جدع رقص. لا بقى مات الجدع ده بقى، زود عن حد اقوم اضربه. لا لو سمحت ارجوك. لما اهلك تجيل كده ليه؟ لا يا جدع انت ده. ده انا اتهزقت بقى يا ميرب. تعالى معايا. اسمعوا كام؟ 22 جنيه. 22 جنيه بتوع ايه؟ كل وسكوا الاكل. وسك مين يا حراميه يا نصابين؟ طلع بقى طلع بقى. يلا بينا يلا بينا نتعور يا ميرب. بس عاوز اتفرج. هطلع حشد برضه هطلعكم عليا يا شافعي. هو مين؟ عندي يا ابني صوت عندي 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 نزع واحد نزع ايه ده بان عليه خالص. اه كل البلاوي اللي حصلت. جاي جاي ميرفع بس يلا بينا ميرفع. استنى بس استنى. يلا حي ابيض على ما يا فتوة. عم معين ايه اللي جابك؟ تعال تعال. اهلا يا عم معين. اهلا. ايه روح فين؟ روح فين؟ داخل فين؟ اقعد يا فندم. نعم عايز ايه؟ عايزين شويه ورق مسطر وكربون وشبابيك ودبابيس من اللي بتشق. يا ابني انت مش واخد لسه الاسبوع اللي فات 10 روزن بتعملوا بيهم ايه؟ حرام عليك. هو مال سايب؟ الله هو ما حدش واخد منها حاجه. العربيات دي بتحمل وراحه فين؟ مش شغلك يا فندي. حاجه متفركشه ما تدخلش فيها. مش فاهمك انت في الشغل. امشي يا فندم روح شوف شغلك. يلا يلا. ايه مش ممكن تستناني بس لغايه لما امضي وترميني الوايدي؟ يرموك في 60 داهيه. اتفضل مع السلامه روح شوف شغلك. مش فاهم كنت في شغل المخازن. الله العظيم يا اخي. سيادتك وقفت عند حد تمام ولسه ما هيشوفوا ويفهموا ايه في المخازن والعهده. العربيات اللي بتحمل ايه ورايحه فين؟ دي منزله بضاعه ومرجعه الفارغ. فارغ؟ هي صناديق دي اللي عليها ران؟ لا يا ابني عشان خاطر ما بنحبش نعمل زباله وكراكيب. بنحب ننظف اول باول. سيادتك ما تاخدش بالك. ايه يعني كانت فلوس ابونا؟ الله رايك. يلا 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 يا عم بسرعه يلا. كنت عاوز حضرتك في كلمه يا استاذ مسعد. واحنا وقتنا. تعالى يا سيدي. افندم يا سيدي. نعم. علاوه ولا ترقيه يا ترى؟ انا مش عايز حاجه ليا. طب مصلحه الشركه ومصلحتك. المخازن بتتنهب وانت قاعد يا استاذ مسعد. بتقول ايه يا سيدي العبدين؟ انا كنت عارف انك طيب وعلى نياتك. صدقني دي فيها مسؤوليه عليك. انت اللي هيتخرب بيتك في الاخر. انت قاعد هنا مش هنعمل اللي بيحصل يا مراد بيه. ايه اللي بيحصل يا مصطفى؟ المخازن بتتنهب بينظفوها اول باول. ايه ده معقول الكلام ده؟ اه والله. واحد عاملنا بين الحكايه دي قال لي الحاجات بتطلع في الصناديق على طول دغري على تجار السوق السوداء والبضاعه ما بتتورطش للمخزن وبتضطر كده على طول من بره بره. طيب هدي نفسك. ده محمود قوي كده ليه؟ انا ماضي على المخازن، ماضي ان انا استلمتها مضيت عميانه كده من غير ما اراجع عليكم. يا سيدي هو حد هيلحق يجرد وراك؟ على رايك. يا سيدي هي فلوس ابونا؟ بقى الحكايه كده. وانا مش واخد اخوانا ولا انا فاكر ان سعادتك بترقيني من باب الانسانيه. باب الانسانيه يا ابن العربيه. وسع انت جننت؟ وات صوتك؟ وانا اللي فاكر ايه؟ قال بتقول لي ايه؟ قال عيش واتمتع وانبسط وانت اللي عايز تعيش على قفايا. لا يا مراد بيه انا ما اقدرش اطنش على حاجه زي دي. خلاص وهو كذلك نحاول الموضوع على التحقيق والاستاذ سرحان يجي اللازم في التحقيق. بس ما تنساش يا مسعد انت المسؤول. شؤون قانونيه وسرحان لقرع. عندك حق وانا مالي انا ما تتطربع هي فلوس ابويا. اهو كده عين العقل. تمام يا مسعد. انما انت ما قلتليش يا مسعد اسمه ايه الموظف اللي خبصك بالموضوع ده؟
زين العابدين وقدم لي شكوى بالموضوع. صباح الخير يا دادي. اهلا اهلا يا ميرفت. اهلا وسهلا. طيب يا مسعد مع السلامه. انت بقى سيب لي الشكوى بقى وانا هطلع عليها. انا معقول اسيبها لك؟ ايوه، ما انا لازم اطلع عليها عشان اقدر اجري اللازم. انا اللي هطلع عليها واجري اللازم. الله، ايه الحكايه؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ افتكر اتقابلنا قبل كده. جايز. طيب مع السلامه. مع السلامه انت مسعد. ايه الحكايه يا ميرفت؟ انت تعرفي الجدع ده منين؟ معرفوش. ليه، في حاجه؟ الاشكال دي مش لازم تعرفيها. ده حته موظف تافه وحرفيده عن قريب ان شاء الله. بالحق انت خدتني في دوكه كده يا مراد. مراد؟ ايه يا راجل، ما تخلي البساطه حمادي. الله، لو حد شاف مننا حاجه بقى. عايز ايه يا مسعد؟ من هنا ورايح ما حدش هيتصرف في المخازن غيري. بعدين يا مسعد هنبقى نناقش الموضوع ده. من غير مناقشه، انا شايف ان العدل بيقول كده. شوية عليك وشوية عليا يا عينيا، يعني 50-50. أمرك يا مسعد. أنت تعال هنا. يا نعم. اركب. اشمعنى؟ بقول لك اركب. اركب. طب ما ترموني لوايلي. انت بقى اللي اسمك مسعد؟ ايوه. طز. ايه بقى قلة الادب دي؟ ده انت عاكس لبنات الناس. شايف نفسك على ايه؟ ده انت هلفوت. طب تسمح تنزليني بقى؟ انت بتقول تركب مع ستك وتاج راسك؟ وعامل لي فتوى حضرتك؟ حصلت ترفع صوتك كمان على بابا؟ ده ناوي يرفدك ويشردك. انا لا يهمني منك ولا من ابوكي. ووقف العربية، انت مودياني على فين؟ هخطفك ولا تخاف؟ حاسبي. كل الأملة دي بتاعتكم؟ ايه؟ مش عاجبك؟ بركة في مخازن الشركة. بتقول ايه يا ناقص؟ بقول ان ابوكي حرام. تعرف ان دمك خفيف؟ الله، ده انت وقعتي فيا بقى. شكرا. ده عن عينك الهوى يعني، مالكيش دية. لا انا متخانقش الراجل اللي يخوفني يا شاطر. طب هات المفاتيح دي. مش هديها لك. مش هديها لك في ايدي كده. مش هديها لك. بقول لك انت هتتعافي عليا. انت بتشاطر على بنتي. قومي يا ابويا. اقعدي كمان.
ما بتهوش. ثواني الاحسن هتطلع في دماغي. يا سلام، طب لو كنت راجل. طيب يا عير يا جبان، استنى حاسب يا بني ادم، بقولك استنى استنى يا اخي. عملت ايه اللي مشي؟ كتك ضربة في مصارينك، ان شاء الله تموت. سوق انا؟ ايوه، مش انت الراجل؟ اتفضل سوق. اسوق؟ ما اسوقش ليه؟ بس ازاي؟ ايه بيدوسوا على ايه؟ في ايه؟ اهي طلعت بتمشي. يا قوي بالذمة ادوك رخصة سواقة ازاي؟ ومين قالك ان انا معايا رخصة؟ طب حاسب حاسب. انا ما حاسبش، هما اللي يحاسبوا. اه طيب انا بسوق، انا بسوق بسوق. وده وقته. انت ماشي غلط كده. انا صح، الدنيا هي الغلط، الدنيا بومبا ولا تسوى. خلي بالك خلي بالك، ابوس ايدك والله لما تدوس رجلي. اسوق بسرعه عشان نموت بسرعه. انت مجنون مجنون. يلا رجاله يلا اخوانا، اعمل لكم ايه شويه. حط يا سيدي. على فين يا مسعد بيه؟ يا عم انت مالك يا فلوس ابونا؟ ومراد بيه عنده علم؟ مراد بيه مين؟ انا هنا المدير المسؤول. يلا انت كده حلو، اتكل على الله. يلا يا اسطى. استاذ مصعب انت بكره بقى مش فاضي. مراد بيه فصلني يا عم، ما حدش بيموت من الجوع ولا يهمك. يلا يا سيدي حمل دش اقلب. ايه ده؟ ايه كل ده يا مسعد؟ يلا ما حدش واخد منها حاجه، ان شاء الله ما حد حوش. ايوه بس جبت ده كله منين؟ بالتقسيط المريح على سنه ونص. طب وبعدين؟ حين النهارده موتني بكره يا اخويا. الف بعد الشر عليك، لان النهارده قريت لك الفنجان. ولقيت خط العمر طويل مش كده؟ عرفت ازاي؟ لما انا عارف كل حاجة. فين يا مام؟ هو كل يوم خروج؟ مش تعملي حساب خطيبك طارق؟ انا مش هتجوز طارق. يعني ايه؟ انا خلاص اديته الكلمة هو وقال. ما بحبوش يا بابي. عندك محبتين، الموضوع ده انتهى وخلاص. واذا كنت بقى بحب واحد تاني؟ اه هي الحكاية كده بقى، ويطلع مين ده بسلامته؟ مصعب الناقص. على الاقل مش تافه، عنده شخصية مش زي طارق. اه بقى الصيع والهلافيت اللي هتجيبهم لي على اخر الزمن. صيع وهلفوت ليه؟ مش بيشتغل معاك؟ تقدر انت تقول له الكلام ده؟ يا حصلت تقلي ادبك عليا. اخرجي. تأسف يا بابا، بس انا اديته ميعاد ولازم اقابله. وكمان بتتحديني يا سبلة؟ شوفي مفيش خروج من هنا ورايح، وهتقعدي محبوسة بين اربع حيطان كمان، ومسعد بتاعك ده انا هعرف اربيه ازاي. الو ازيك يا مراد؟ اهلا. اديني مرفت اكلمها. ايوه يا مصعد، انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع الاول كده. بعدين بعدين اديني مرفت الاول. الله، انت مش عايزني اكلم مرفت ولا ايه؟ لا حاضر اتفضلي اتنيلي كلميه. الو سوري يا مصعد، معلش اصل بابي اخرني شويه، جايلك على طول. تيجي تاخد لك قدس معايا يا مراد بيه. مسعد ممكن اطلب منك انك تسيب ميرفت على. انت خايف على بنتك مني ولا ايه يا مراد بيه؟ مسعد انا يا راجل، دي تخوف بلد بحالها. مسعد انا ما اقدرش احرمك من السعاده اذا كنت لقيتها مع ميرفت في ايامك الاخيره. انا بخاطب انسانيتك وشهامتك. من ناحيه دي اطمن يا مراد بيه، انا ما بفكرش اتجوزها. انت لولا مرضك انا ما كنتش لاقي لها عريس احسن منك. ومين قالك اني هرضى؟ ما تزعلش مني يا مراد بيه، بنتك ما تنفعش في الجواز.
مساء الخير. جاي لك دلوقتي، روح انت. ما تاخدها كاس كده وتنسى يا مراد بيه. مسعد انا عاوز اكلمك في موضوع مهم. ما عادش في حاجه مهمه في الدنيا دي يا راجل. اسمعني كويس. فوت عليا بكره. ولا اقول لك بعد 15. مسعد الموضوع ما احنا الولد زين عقيم بتاع المخازن. اشمعنى؟ بلغ ضدنا المسؤولين. بص انا مش عاوز اعكن عليك اليومين اللي فاضلين لك، لازم نخلص منه. بقول لك ايه؟ تيجي اخده لك معايا وانا طالع فوق. تقدر؟ بكره وبعده اللي وعدني هيوفي. وبعدها لك يا موسى هتفضل كل ليله على الحال ده؟ ده اذا كان عاجبك بقى انت الاخرى. يا مسعد انا خايف عليك، صحتك يا اخوي. صحتك؟ خافيش يا حبيبتي، محدش بيموت بدل حد. ده انت بعد الشهر لو حصل لك اي حاجه اموت وراك. يبقى الله يرحمك. موت. بلاش مناحه يا وليه، جواز وتنيلت اتجوزتك. فلوس، الفلوس ده الرز، عايزه ايه؟ عايزك انت يا موسى. اهو ده اللي مش ممكن ابدا. طب انا اتجوزتني ليه؟ معرفش، ما تسالنيش. انا عايز اعيش، عايز اعيش، انا تعبان. طيب قوم يا اخويا افتح جوه، قوم نام. مش هنام. ولع النور، ولع، شغل التلفزيون ده. التلفزيون ايه بس يا اخويا؟ احنا قربنا على الفجر والتلفزيون شطه. ماليش دعوه. ولعي كل حاجه، ولع نور الشقه كلها. ما تسيبيش حاجه ما تولعهاش. وولعي التلاجه، وولعي البوتاجاز، وولعي الشسوار، وولعي، شغلي كل حاجه، شغلي كل حاجه بسرعه، مفيش وقت. ايه يا موسى؟ ايه يا اخويا؟ مالك في ايه؟ زهقت، كل الفلوس دي معايا ومش عارف اخد حق من الدنيا. مستعجل على ايه؟ بكره تنور كل اللي في بالك. مفيش بكره، بكره ده كذب، بكره ده بومبا. الساعه دي بتعمل ايه هنا؟ الساعه دي بلاش بلاش يا اخويا. الفلوس دي، الفلوس دي، دي ملهاش لازمه، مش عاوزها. يا دكتور صادق، سعاده البيت. يا استاذ بتخبط على مين؟ محدش هنا. ليه؟ هو الدكتور صادق اجازه النهارده؟ هو انت ما ادريتش؟ الدكتور صادق تعيش انت. ايه؟ اعيش انا؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ الدكتور صادق. يا حول ولا قوه الا بالله. يا استاذ مش ممكن، ازاي دكتور يموت؟ اراده ربنا. كان نايم 24 قراد، بيصحوا الصبح ما قامش. بايع في حياتك يا استاذ. لا حول ولا قوة الا بالله، بايع في حياتك يا استاذ. شوف لي أي علاج يا دكتور، أنا مستعد أدفع كل اللي تطلبه. أنت مش قلت لي إنك موظف؟ تدفع كل اللي أطلبه منين؟ مش مهم، أنا هتصرف، أنا ما عادش يهمني حاجة. المهم أعيش، أعيش يا دكتور. وفر فلوسك يا ابني. يعني مفيش أي أمل؟ بالعكس، أنت علاجك مش محتاج ولا مليم، محتاج لشيء واحد بس، انك تنسى كل اللي قاله لك الدكتور صادق الله يرحمه. ازاي؟ ده قال ان هموت في خلال 9 اشهر، ما عادش فاضل فيهم غير 4 بس. الكلام ده مش مظبوط علميا، وما اظنش ان حالتك خطيره للدرجه دي. اصرفها من اي اجزخانه دي؟ من اجزخانه الحياه. سيبني انا اعالجك ومالكش دعوه بحاجه. ماليش دعوه ازاي؟ ما انا لازم اعرف. تعرف ايه بس؟ اعرف اذا كنت عيان يبقى هموت. طب وإذا كنت مش عيان؟ يبقى مش هموت. هو في حد في الدنيا ما بيموتش؟ قصدي يعني مش هموت قريب. طب وش عرفك؟ اه صحيح.
أنا ممكن أموت بعد أربعة أيام مش أربعة أشهر. تمام. ومراد جايز يموت بكرة. احتمال برضو لو إني معرفوش. ولا أنت جايز يهفك ترماي وأنت مروح النهاردة. كل شيء محتمل. بس أنا عيان يا دكتور شفيق. ومين مش عيان؟ مين سليم وخالي من المرض؟ أنا بكلمك عن نفسي، أنا ماليش دعوة غيري. أنا عندي إيه؟ برد بس من نوع نادر شوية، مرض عادي زي غيره. يعني عايش يا دكتور؟ ومين في الدنيا يقدر يضمن الحياة من الموت؟ يا دكتور ما تعذبنيش، قول حاجة واحدة تريحني. أنا بقول لك من الصبح وأنت اللي مش عايز تفهم، حالتك عادية ومفيش أي احتمال إنك تموت قريب، عشان كده بقول لك انسى وعيش. يعني هعيش، هعيش مش كده يا دكتور؟ قول اني هعيش. هتعيش. هعيش. 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 الا اذا اراد ربنا غير كده. هعيش يا ميرفت والله العظيم هعيش. انت ايه بتقول ايه؟ هعيش وهنتجوز ونخلف يجي دسة عيال. انت بتقول ايه مجنون؟ ابوك فين عشان نبشره؟ مراد بيه يا مراد بيه. مراد بيه بابا مش هنا، بابا في الشركة. طب يلا بينا نروح. نروح لفين بس؟ انت فاكر ان هو هيوافق على جوازنا كده على طول؟ ما يوافقش ليه؟ ما انت هتقدر تقنعيه. وما تقنعوش انت ليه؟ هو بيسمع كلامك انت. ايوه بس طب خلاص بلاش، انا مستعده دلوقتي اروح معاكي المأذون واتجوز بربع جنيه ونحط بابا قدام الامر الواقع. يلا بينا. استني بس يا مجنونه. ايه بس؟ انت خسران حاجه؟ هو هيحرمني انا بس من الميراث؟ لا برضه بس مش عايزين نزعل بابا، والحاجات دي اصلها برضه التفاهم فيها يبقى بالعقل. مش ممكن. زي ما بقول لك الدكتور بشرني قال لي ان انت ما عندكش غير شويه برد عادي. يعني مش هتموت؟ لا هعيش. هتعيش ازاي؟ قصدي لحد امتى؟ على طول. دكتور قال لي مفيش حاجه، قال لي هتعيش على طول وربنا بقى يدي لك طول العمر لحد ما تشوف حفيدك مسعد التاني. انت بتخرب بتقول ايه؟ الله مش سعادتك قلت لي لو كنت هعيش هجوزني ميرفت. اديني هعيش. الله انت مش فرحان ولا ايه؟ لا اصل الصدمه شديده عليا قوي، لكن انا مسعد انا فرحان انا ومسعد انا حطيم الفرح. اهدى بس اهدى مراد لصحتك، بس صحتك يا راجل بالدنيا. يا ساتر يا رب صحتك. خد بلبع ساعتك يا ساتر بالشفا ان شاء الله. طيب بلبعتهم. سيب لي واحد. سلام. والله ما حد عارف بتبلبع ايه. هو الاستاذ عبد المعين هيخلص لي الشغل ده امتى؟ انا انا اخلصك اللي انت عايزاه. مش الواد اخويا الغلس مسافر؟ لا متشكره مش عايزه حاجه. الله 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 وحشتنا يا جميل. انت كنت فين؟ ايه الكلام ده يا استاذ شعبان؟ يظهر يا سيدي شغل المخازن عجبها، شغلنا ما بقاش يعجبها دلوقتي. الله ليه بقى؟ هو احنا يعني ما نشبهش ولا ما نشبهش؟ عيب انت وهو. انتوا فاكرين ايه؟ اذا كنتوا يعني بتلقحوا علي اي كلام فوفروا كلامكم. مسعد ده يبقى جوزي. ايه؟ ايوه جوزي على سنة الله ورسوله، واذا حد منكم اتعرض لي بعد كده باي كلمة فانا هقوله هخليه يوريكم شغلكم. وسعت وسعت كويس اني لقيتك. في ايه يا انسه مهاوي؟ عايزك في كلمة. بعدين دلوقتي انا مش فاضي. مسعد قلت لك مليون مرة في الشركة ما تقوليش مسعد، انا اسمي مسعد افندي. عايز تفضحيني؟ انا خلاص فاضية، كلهم طمعانين فيا، فاهمين اني ماليش راجل، عاملين لي منتشا ليهم. طيب بعدين اكتب شكوى في الشؤون القانونيه. مسعد مبروك يا استاذ مسعد. اما بارك له. مبروك يا عروسه. لحظه. الف 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 مبروك يا استاذ. الف ومليون مبروك. الله يبارك فيك. بس على ايه؟ الله الله الله، هي الاخبار الحلوه تستخبى يا راجل. بس احنا زعلانين منك، ازاي تتجوز اخي من ورانا؟ عايز ياكل علينا الملبس والشربات. هتجوز من مين؟ مين؟ الله، من انسه مهاوي ده. الكلام ده مش صحيح.
حصلش ان انا اتجوزت. مش دي الانسانه اللي انا اتجوزها. مين اللي طلع الاشاعه الحقيره دي؟ انا. انت ازاي تقولي الكلام ده؟ ايه؟ هتنكر دلوقتي؟ ايوه ويعني معقوله انا ده كلام؟ هو عشان يعني هو الموضوع اصله هو عشان بعطف عليك وخلاص؟ اخطا عليك يا ناقص. طب خلاص معلش ما تزعليش نفسك يا انسه مهوى. يا ناقص. طب سيبي ده بقى. معيش رخصة ومش هو مشاكل. اتفضل. افندم مرفت انا ما رضيتش اكلم ابوكي لقيته قاعد عيان بيقولف كنت خليه لما يخاف اكلمه. يستحسن ما تكلموش خالص. قصدك ايه؟ بس كان عشان مهودة انا جوزها ظروف يعني انما انا مستعد اطلعه. انا ما يهمنيش اذا كنت متجوز ولا مش متجوز. لان يوم ما احب اتجوزك هاخدك غصب عن اي واحدة. لكن انت راجل كذاب ما عندكش كلمة. انت ليه بتكلميني بالطريقة دي؟ اذا كان عاجبك. انا بحبك يا ميرفت. طز ما انت لازم تحبني. يا ما ادخل منك حفي ورايا. طب انا غلطت في ايه؟ انا ما كنتش اتصور انك جبان وضعيف بالشكل ده. انت ما فرقتش حاجة عن طارق. أنا جبان وضعيف وكمان زي طارق؟ أيوه، وإذا كنت حقيقي شجاع واجه بابا خليه يوافق على جوازنا. الكلام اللي وصلني ده يا أستاذ مسعد. كلام إيه؟ بيقولوا لي إن في واحد في المخازن اسمه زين العابدين. أيوه روح أنت. أيوه بيقولوا إن هو كتب شكوى بيقول المخازن بتتسرق وبتتنهب. الكلام ده صحيح؟ نعم، مراد بيه؟ أنا حولت الموضوع للتحقيقات. وما تنساش أنت جالك لجنة جرد الأسبوع ده. ما انت عارف المخازن كلها بقت على البلاطه. اللي اعرفه يا استاذ انك انت استلمت الدفاتر ومضيت عليها ودي مسؤوليتك انت. الله انت نسيت يا مراد ايه؟ مش انت قليل ما حدش هيجرد ورايا؟ انت قلت انك مش هتعيش وكل شيء كان معمول حسابه على كده. انت اللي رجعت في كلامك. وانا كنت اعرف ما دام حظي المهبب. الله وما تعرفش تترقى والامل اللي انت فيها دي من غير تمن. يعني التمن كان حياتي كلها؟ هذا خلاص ما كانش فاضي فيها غير ايام. كفايه انك انت عشت وهيصت وتمتعت وشفت اللي عمرك ما كنت هتحلم بيه. خلاص كفايه لغايه كده. ابوس ايدك يا مراد بيه. انت ما رضيتش ان انا اتبهدل واخش السجن. انا ما اعرفكش يا ابني. مراد بيه يا ابني. ايه مراد بيه دي انا عايزها؟ يا ابني انا ليا مكتب في الشركه تقابلني فيه. انت جاي تقابلني هنا في بيتي؟ المقابله انتهت خلاص. النهارده انا مش ناقصك انت كمان وحياة ابوك. انا مسعد بقيت فضيحه. انا اللي فضلت هتبقى بجلاجل. بقول لك ايه؟ بس انا مش هسيب حقي هاخده منك غصب عن عينك. لقيت حاجه باخديها. كل اشياء هنا في الشقه مش ملكي. انا شاريهم بالتقسيط. بكره احجزوا عليا. انا بيتي اتخرب. انا كل حاجه ضاعت. بكره هروح السجن. وانا بتعالي خدي النفق من أرامدان. طب ابنك؟ ابني هيطلع حرامي وبكره انتوا هو هتستعروا مني. ايه الحكايه ما تفهمني؟ انا اتصرفت بطيش يا مهوده. استهترت وخدت الدنيا عافيه وطنشت
وقلت انا ومن بعد الطوفان. وليه ما عملتش حساب اليوم ده؟ كنتش عارف، كنت فاكر اني هموت. تموت؟ بس انت ما قلتليش. كنت هتعملي ايه يعني؟ افرض ان بعد الشهر كان هيحصل لك كده، تقوم تعمل ده؟ انت عايزاني ابقى على ايه؟ هتروح فين من ضميرك؟ هتروح فين من ربنا؟ ربنا كان هيسامحني، لانه عارف اني ما عشتش يوم عدل في حياتي. هو كان ربنا قال لك ما تعيش؟ ايوه، ربنا بيعاقبني، خلاني اعيش عشان اشوف العذاب اللي عمري ما شفته. عشان كده اتجوزتني؟ حسيت انك مظلومة، حبيت اساعدك. ولما عرفت انك هتعيش اتكسفت من الناس، مش كده؟ انت معايا ولا ضدي؟ ما تخليني في المصيبة اللي انا فيها. طلقني. افندم. طلقني يا مسعد ومش هقول للناس انك اتجوزتني. انا مش عايزة ابني يطلع يلاقي ابو ثواب. هقول له ابوك مات. ده بدل ما تقف جنبي يا مهودة، يعني موت نفسي وريح من كلكم؟ ما اعرفش والله، اعرف شغلك. القطر تعطل تاني زي العادي. خد عندك ولا ثلاث اربع ساعات لحد ما يصلحوه. من فضلك يا دكتور، انا عاوز اقراص منومه بس نوع يكون جامد قوي. حاضر. شكرا. من فضلك يا دكتور، اي حاجه منيله لحسن، عندي امساك جامد قوي. مصري ولا اجنبي؟ مصري اجنبي اي حاجه، انا تعبان. أنا تعبان. حاضر. أخو كام قرص؟ قرص أو قرصين كفاية قوي. متشكر قوي. اتفضل. لم أضيق مرارة الحياة وقسوتها، فالموت أرحم وأهون بكثير، وأرجو أن يغفر لي كل من أسأت إليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مسعد الناقص. ترجعني تاني يا اسطى؟ Ah.
ابني. على كل حال بسيطة حبيبي بسيطة. لا مش بسيطة، مش بسيطة حبيبتي، مش بسيطة. قصدك مش عارفة ده انا رايح جاي. معلش معلش خليك نايم، خليك نايم ما تتحركش. اوعي مش سكتي. لا 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 يا حبيبي انت لازم تستريح. أنا كنت عايز انتحر بس مش بالطريقة السايبة دي. قولي بس أعمل لك إيه يا أخويا؟ أجيب لك إيه بس وأنا أجيبه لك؟ تجيبيلي إيه بس؟ حبيبتي أنت عارفة ماسورة شبرا اللي انفجرت ده انفجار. يا ابني في دكاترة زي الدكتور صادق بيفضلوا إنهم يصرفوا المريض بالحقيقة، وفي دكاترة زيي بيفضلوا انهم يخففوا الصدمة عن المريض. انا حاولت اديلك امل في الحياة، وحتى لو بقيلك شهور او ايام في الدنيا فالرحمة والانسانية ما تخلينيش اعذبك، لان القلق احيانا بينهي حياة الانسان. انا عشت الموت يا دكتور، لقيته ما بيخوفش، الحياة هي اللي تخوف. الاعمار بيد الله يا موسى، وطول ما الواحد بتنفس يبقى فيه امل. لا كفاية بقى، كفايه بقى ما تضحكش عليا بحكايه الامل دي. انا مش بضحك عليك يا ابني، ولازم تعرف ان الامل نص العلاج، وانا من واقع تجربتي شفت ان رغبه المريض وارادته بتعمل المعجزات، انما اذا استسلمت الياس هتقضي على نفسك بنفسك. يا محاوده عرفت يا دكتور. مش عارف كنت افرح ولا اعيط. مزعج، قوم يا مزعج، موظفين الشركة جايين يزوروك. انت مش قلت لهم ان انا خفيت وبقيت كويس؟ قلت لهم ايه؟ انت مهوي؟ وايه الاسود اللي انت لابساه ده؟ دايما يا مدام، قصدي هني كانش له لازمة التعب ده ابدا. اخويا الغلس كان جاي يعزي لكن هاجر، والشقه فاضيه ان شاء الله. جراوي ايه؟ اتجننتي وعايزه ولا نفسكم تدفنوني في الحايه بتاعت اللي بيها مناحه ليه من دلوقتي ده؟ انا عايز افرح يا اخويا. انا يا اخوانا انا لسه ما موتش. قوم قوم يلا، قوم قوم مش كان فارق. لا لا قوم خد القهوه. قوم يلا، قوم روحوا بيطفوا ولا حاجه، روحوا قوم الحقوا عيشكم. قوم قوم يلا يا واجب علينا. والله هتوحشنا يا سمو سعد. ايوه الدنيا غروره زي ما علمتني، فانت المعلم والنبراس. افرضوا ان انا هموت وانت يعني مش هتموتوا؟ ها انت مثلا يا استاذ عبد المعين، انت مش هتموت ولا انت قمع يعني؟ انا ويمكن قبل مني كمان. الله الله طال الله ولا فعلك يا مسعد. كنت هقول ومراد بيه هيموت كمان، عندكم خبر؟ مراد بيه المدير عام؟ ده مش هيخلد الا في النار، لانه نصبوا حرموا بينها بالشركه وانتوا عارفين كده. مش كده يا استاذ سليم ولا ايه؟ كده ايه يا كاذب؟ اول مره اشوف ميت كذاب. يلا بينا يا اخوانا. يا ميت. السلام عليكم. مصر افندي خسرت، انا رايح السبوع. السبوع برقبتك بس ما اترطش كتير. مع السلامه يا حبيبي يا مسعد. انت لسه واقف. اهلا اهلا، قلبي عندك يا مسعد. الحقيقه الواحد مش عارف يقول لك ايه. المده راحه للجميع. ايوه انت طبعا مقدر الموقف اللي انا كنت فيه. طبعا طبعا، انا دلوقتي كشفت الدنيا على حقيقتها. على فكرة أنت عايز لسه تخلص من راجل اسمه زين العابدين؟ أنت شايف إيه؟ والله أنا شايف إنه يرجع شغله أحسن، إنه ياخد مكافأة كمان عشان أمانته. أيوه طب مين اللي هيرجعه؟ أنت؟ ده أنت كمان هترجع كل مليم سرقته من الشركة. أيوه بس ده ما كانش اتفاقنا ده يا مصحف. أنا عيل بقى ورجعت في كلامي. الله، أنا عايز أموت سمعتي نظيفة يا أخي. أيوه أنت هتهمك إيه سمعتك بعد ما تموت؟ لا طب وليه ما قتلكش أنت بدل زين العابدين؟ وأنا هو برضه مش هيهمني. الله مصعب، انت بتتكلم جد؟ عمرك شفت ميت بيهزر يا مراد؟ وفكر بسرعه عشان ما عنديش وقت. خد ده ينفعك. لا لابد من تلقي حول يا سياده وكيل النيابه، ده تفريط في اموال الشعب. هدي اعصابك يا مراد بيه، دلوقتي الحقيقه هتبان وهنعرف السبب. يعني هو ماسك كهرباء؟ طب وانت ايش عرفت؟ هيكون ايه بيه؟ ماسك كهرباء يا واحد رمى عقب سجاره ونسيه. امال يعني مراد بيه اللي حرقها؟ على العموم هناخد اخباركم كلكم. اتفضل يا استاذ مسعد، ايه اقوالك؟
أقوالي يا بيه إن مراد بيه والناس بتوعه هم اللي حرقوا مخازن الشركة مع سبق الإصرار والترصد. طبعا سعادتك هتسألني وتقول لي حرقوها ليه؟ حرقوها يا فندم عشان يغطوا على اختلاساتهم قبل ما يحصل جد للشركة وينكشفوا. أنت بتكتبش ليه يا طبعا سعادتك هتسألني وتقول لي إيش عرفك إنهم اختلسوا؟ أنا نفسي يا بيه اشتركت معاهم في النهب والسرقة. أنت بتعرفش تكتب يا ابني؟ أنت عارف خطورة اتهامك ده؟ عارف. غايته ايه؟ كام سنة سجن؟ أنا جاهز، مستعد كمان أدفع كل مليم أنا خدته. بس الثابت إن كل سجلات ودفاتر المخازن اتحرقت عن آخرها. يبقى أقدر إزاي أتحقق من كلامك ده؟ يعني إيه؟ يعني هتسيب مراد بيه كده حر يتمتع بجرايمه؟ بس للأسف إن مفيش في إيدي أي إجراء قانوني ممكن أتخذه. يبقى أنا لازم أتخذه. بس أنت إيه اللي مخليك تعترف على نفسك بالبساطة دي؟ اصل الكفن مالوش جيوب يا بيه. مسعد فين؟ وانا مش عارف. انا عايزك تدوري عليه وتبلغي ان انا وافقت على جوازك منه. غريبه يا بابا، مش ده اللي كنت بتقول عليه انه صايع وهلفوت؟ ايوه انا، بس انا غيرت رايي دلوقتي. ادام انت بتحبيه ما دام فضله شهرين ثلاثه ويموت. انت عرفتي كل حاجه يا ميرفت. انا مش قصدي تتجوزيه فعلا، انا عايزك تساعديني بس عشان اتقي شره. مسعد عمره ما حبني، وانا كمان ما عدتش بحبه. معلش يا ميرفت، عشان خاطر ابوكي، ابوكي اللي بيحبك. انت كمان يا بابا ما بتحبنيش. انت ضحيت بالشركه، وبعدين ضحيت بمسعد، دلوقتي كمان عاوز تضحي بيا انا. لا لا يا ميرفت، كله اللي انت يا ميرفت، انا بعمل كل ده عشان عشان خاطرك، عشان نعيش سعادة. غريبة يا بابا، امال احنا مش سعادة ليه؟ معلش يا مريم، عشان خاطري انا هحقق لي كل اللي انت عايزاه. بس انا خلاص ما بقتش عارفه انا عاوزه ايه. اكل يا استاذ. شكرا. الحمد لله يا مسعد، اهو دلوقتي بقى ما بقاش عليك حاجه لحد. سامحيني يا بهاوده، كان نفسي اسيبك حاجه قبل ما اموت. كفايه انك سايب لنا اسمك اللي اتشرف بيه انا وابنك. مسعد الناقص هو ما يشربش قوي يعني، بس انا لازم اكفر الاول عن كل حاجه عملتها في حياتي. بتفكر في ايه يا مصطفى؟ بعدين اقول لك. يحصل له ايه يا مراد؟ يا مسعد هتعمل ايه؟ قاعد يا مسعد قاعد. في واحد يقول واحد ما يتجعل. تجننت يا راجل ولا ايه؟ طب اقول لك يا مسعد، احنا نتفاهم مع بعض يا مسعد. تعرف ايه؟ انا فكرت كتير ولقيت العقل بيقول انك انت اللي لازم تموت، فاهم يعني ايه؟ مسعد، لان موتك هيريحنا من حاجات كتير قوي. مسعد اعمل عروها ربنا يخليك، انا عاوز اعيش. انت لسه مش بعتش من الدنيا؟ لسه مش بعتش.
مسعد مسعد هموت هموت. مش شجاعة مني لو قتلتك، لأني مش هموت جبان زيك يا أخي. لا بأس عليك يا مراد بيه. طب ما هو انت اصل حضرتك ما قلتليش المقاس. ما هو انا عارف عايز فانيلات، والله لو كنت قلتلي كنت جبتهم لك على طول. ما حدش بيسأل عنك. معلش معلش يا مراد بيه، بكره تتعدل. الاخبار مش ولا بد يا فندم، في إشاعة حقيرة بتقول إن الأستاذ سرحان هيمسك مكانك. بجد؟ أيوة فاهم يا مراد بيه. أيوة أيوة ساعة ساعة موسى عايش لسه عايش. طمنا يا دكتور، في أمل؟ اطمن هيعيش، بس أفتكر صحته مش هتتحسن كتير. يعني هيفضل على الحالة دي؟ يبقى هيتحال على المعاش بقى. طيب يا مراد عن اذنك بقى. عايز ايه؟ هو انا فضيلك؟ ايه عمال من ساعه ما جيت دي عمال ترغي اخر لك. ده انت كبير اللي جاب لنا يا اخي. ايه ده؟ ايه الغتاته دي؟ عن اذنك يا سمراد. يعني كان لازم حكايه المشي دي. مكسوف تمشي مع واحده حامل؟ بكره يا اخويا تتعود. نفسي اشوفه بيتنطط ويجري قدامي وانا منى عيني اغمض وافتح الاقيه عريس واجوزه. جوزيه براحتك بقى. هو النهارده ايه في الايام يا اخويا؟ النبي ما انا عارفه. انت خايفه تقولي لي؟ انا خلاص يا مهوده بطلت اعد الايام اللي فضلاني. ما تقولش كده يا مسعد، انت هتعيش. طب ده انا شفت لك الفنجال وفتحت لك الكوتشينه والطهره جاتلي في المنام وبشرتني، وانا حلمي بقى ما ينزلش الارض ابدا. والنبي هتعيش يا مسعد، والنبي هتعيش. هعيش انا هعيش، انا فعلا عايش يا مهوده. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا مسعد، سنه حلوه يا مسعد، سنه حلوه يا جميل. طب انت هو عرفته ازاي؟ انا نفسي مش فاكر. طب يا لالا اتقلت في الشامبين بالظبط. يلا. طيب يا مسعد. وانت طيبة يا حبيبتي. عقبالة سنة يا مسعد. في حياتكم كلكم ان شاء الله. مسعد. الله 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 الله. كل ده علشاني؟ هعمل بده كله ايه؟ ما تاخدناش في دوك، عايزين نعرف بالحق عندك كام سنة؟ الحق انا اتولدت من 9 أشهر بس. من ساعة ما عرفت محاولة. ده انت على كده لسه نونو. طب نفسك في ايه يا نونو؟ نفسي اخد مهوده واسافر انا وفي العيد ونلف العالم ونتفرج. نفسي ارجع في نيس واذاكر من اول وجديد عشان افهم الدنيا وافهم احوالها. نفسي اخلف دست في عيال واربيهم لحد ما يتجوزوا. نفسي تسيب لي حته من طورتي انا مطوع بقى احسن انت كده تعمل لي حاجه. ما ترضى كتير. من عند البقال شكك. 5 سجاير شكك. نعم نعم.
اوعى تنسى حبيبتي. ها الوحيد وليد، فاضل بتاع 3 أشهر وسيادتك تشرف ويا عالم سكت. هلحق اشوفك ولا لا؟ ما احنا كلنا بنتولد عشان نموت، هي دي الحقيقة يا ابني، ما تهربش منها. الدنيا حلوة وعجيبة قوي وتستاهل، تستاهل انك تعيشها. خد نصيبك كله، العب وذاكر واشتغل وحب واتجوز واتخانق كمان، ما تضيعش لحظة واحدة من عمرك، تمتع بحياتك، ما تخافش من الناس ولا الضلمة ولا العفاريت حد، صاحب الناس كلها وحبهم كلهم، والعالم الغلسة غلس عليهم قوي. ما تخافش من الناس، ما تخافش من نفسك، واعمل اللي يقوله لك ضميرك، فاهمني يا قد؟ لما تفشل اضحك، اوعى تيأس، لو زعلت اياك تعيط، اياك تعيط، ولا اقولك لو حبة الدموع تفر من عينيك ابقى عيط شوية. عايزك تكون واثق من نفسك، معتز بكرامتك. انا ما اضمنش انك تطلع نبيه قوي، هتجيبه منين؟ انما اكيد هتطلع احسن مني.